كنت مختصرا أقول كيف تعرفت على الإمام أول مرة. يعني كنت في كما يعرف الجميع كنت أغني في عالم من المجون والشهرة والهذيان، وأعتقني الله سبحانه وتعالى بهبة قلبية، أقول دائما هبة قلبية وأنسبها للحق سبحانه وتعالى، لأنني لا أملك فيها شيئا، ولولا العناية الإلهية لما استطعت أن قلع من ذلك المجال، خصوصا لإغرائه ولحاجتي به أو للحاجة التي كنت أعيشها. وبالتالي عندما يعني خرجت من ذلك المجال كنت أبحث كي أكون يعني أشتغل لله سبحانه وتعالى، وأبحث عن شيء يقربني للحق سبحانه وتعالى. فصادفت أنني التقيت بأبناء الجماعة، وحدثني أحدهم عن الشيخ عبد السلام ياسين، هكذا كان يقول هو المرشد عبد السلام ياسين، يعني وأعطاني كتاب الرجال، فقرأت الكتاب يعني مباشرة من أول يعني من أول فقرات الكتاب. ارتبطت بأستاذ عبد السلام ياسين ارتباط يعني لا تستسيغه العبارة، نوعه العبارة يعني ضعيفة أن تعبر عن المعنى الذي وقع في قلبي أو الرابط الذي صار في قلبي بيني وبينه. فكنت أحس وأنا أقرأ الكتاب كأنه يدعوني إليه ويجرني إلى التعرف إليه أكثر والارتباط به أكثر. فقرأت الكتاب وقرأت كل حواشيه، يعني أقصد حواشيه يعني كل شيء تحدث عنه الإمام رحمه الله ورضي عنه، بحثت عنه وقرأته، يعني رسالته وكتابه إسلام بنا، الدعوة والدولة التي تحدثت عنه، مروج الذهب، كتب السادة الصوفية التي تحدث عنهم، كتاب المنقذ من الضلال، يعني كل الكتب التي جاءت في هوامش الكتاب، حتى الكتب التي قال عنها وطلب مني بعضهم أن أتبرأ من التصوف وكذا، يعني إسلام وغدا إلى غير ذلك. فكنت يعني كالعطشان الذي يبحث عن كل قطرة ماء تجعل الحياة تدب في عروقه. فقرأت يعني كل مكتوبات الإمام التي كانت موجودة في ذلك الوقت، وكانت منذ ذلك الوقت أصبحت أبحث كيف ألتقي به، وراسلته في رسالة، كتبت له رسالة وبعدها التقيت به، وكان لقائي به في سنة أظن في سنة 1993 أو 94، كان لقاء قصيرا ولكن اللقاء المطول، وكانت بيني وبينه رضي الله عنه ورحمه يعني مراسلات شفهية ووصايا شفهية، إلى أن التقيته في بداية 96، يعني في 1996، وكان لازال هناك الحصار، وكان لقاء يعني مطولا امتد لساعات. يعني وجدته رجلا محيطا بما تحمل الكلمة من معنى، أو على الأقل رجلا يعرف كل شيء يعنيني أو كل شيء أشتغل عليه. كيف ذلك؟ يعني أول شيء تحدث لي عن يعني عن سألني عن نفسي وعن شخصي وعن قال لي قبل أن نتحدث عن رشيد غلام الفنان نتحدث عن رشيد غلام الإنسان. يعني حدثني عن نفسي كأنه يعرفها يعني بالشكل يعرفها أكثر مني، وحدثني عن يعني عن الفن وهو له القدم الفالج فيه سيدي الإسلام، يعني حدثني عن أعلى ما هو موجود في الفن يعني الأذن الموسيقية المطلقة كما نسميها بالفرنسية، نطق سيدي الإسلام الكلمة لا زلت أتذكر لغته الفرنسية ونطقه الجميل لها، لوراي ميوزيكال أبسولي، يعني هل تعرف معناها وقيمتها؟ تحدثني عن المقامات الموسيقية والنغمات، وتحدث إلي
عن قيمة الصوت في الموسيقى يعني وأثره البالغ في التأثير على النفوس وأنه أحسن آلة تعزف هي آلة الصوت صوت الإنسان، وعلى أن أثر الصوت يعني يصدر من القلب، من قلب الإنسان إذا كان حيا وفيه حياة، وأن هذه الحياة تستمد من نور لا يمكن أن تحصله إذا لم يكن لك نسبة في طريق الله ومع الله سبحانه وتعالى، يعني الصحبة بكلمة مجملة. سيدي عبد السلام كان دائما وجهني لأن أشتغل على المديح أكثر، يعني أن يكون غنائي أكثره في المديح، وأن المديح أثره في محبة في تأثير تأثيره على الناس في محبة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ووجهني إلى ما ينبغي أن يكون في ذلك، يعني قيمة الإيقاع، وأن الإيقاع حظ الجسد، وأن النغم حظ الروح، يعني ووجهني ما ينبغي أن يغنى من المديح، يعني ترك التشبيب وترك التغزل في رسول الله صلى الله عليه وسلم باللغة الغزل الموجودة في المديح النبوي. وكان دائما سيدي عبد السلام يثني على صاحب البردة الفيحاء الإمام بصيري رضي الله عنه وأرضاه، ويقول يعني نطرز على شاكلتي، يعني من تذكر جيران بدي سلم، مباشرة نزل للمدينة لم يطل في المقدمة الطللية ولا الغزلية وكذا. وتحدث سيدي عبد السلام يعني حتى قيمة الفنية، يعني كصوت رشيد غلام، ما هو صوت رشيد غلام؟ سيدي عبد السلام هو من حدثني عن ذلك، يعني أنا كنت أحقر نفسي كثيرا كيف كان يحترم رأيك سيدي عبد السلام، خصوصا في الأشياء الذوقية، مثلا كان يقول لك مثلا هذا الأمر جميل كذا، ولكن ربما أنت يكون لك رأي آخر، قل لي ما هو رأيك في هذه المسألة. وهذه من الأشياء اللي يعني نكبرها في سيدي عبد السلام. أحيانا كنا يعني كنت لا أود أن أتحدث إلى أمر معه في أمر معين، ولك تجده هو من يفتح هذا ذلك الأمر، أي يبادئك به، يعني كيف سيدي عبد السلام يسمع لك، يحس بما تعانيه، يطب جرحك. كيفاش كان سيدي عبد السلام رجلا حاضنا بالمعنى المعنى الحقيقي للكلمة. سيدي عبد السلام كان واحدا في كل أحواله، يعني في كل أحيانه. شنو واحد؟ يعني لا يتغير، لا تتغير حالته، لا يعني نفسية ولا الشكل الذي تلقاه به، يعني في الأفراح، في المسرات، في الأيام العادية، في الأحزان عندما يتوفى شخص معين قريب منه أو قريب منا، يعني نجد سيدي عبد السلام واحدا ديما رجل فرح بالله، مذكر بالله. وكانت كما قلت فقط ليست رؤيته، ولكن مباشرة بابه تذكرك بالله. أما الجلوس معه دائما أثره، أتحدث عن أثره الشخصي في هذا العبد، يعني مختصرة هو كما نقل من موت إلى حياة، وفي تلك الحياة كان كل مرة يخرج من حياة إلى حياة ومن هداية إلى هداية.